بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم. التقينا اليوم مع الدكتور شيخ ولد مولاي، نائب رئيس الهيئة الإدارية في الهيئة الإسلامية في مانيتوبا، ليحدثنا عن الأعمال التي تقوم بها الهيئة الآن في ظل أزمة فيروس كورونا وما استجد من مواقف. فتعالوا نشاهد اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم. معنا اليوم الدكتور شيخ مولاي. دكتور شيخ مولاي من الهيئة الإسلامية في مانيتوبا، وهو يرأس نسميه القسم الخاص بالبرامج الدينية. دكتور شيخ، تفضل عرفنا بنفسك وتحدث. السلام عليكم ورحمة الله أخ سمير، جزاك الله خيرا على هذه الفرصة. أنا اسمي الشيخ ولد مولاي، أنا نائب رئيس المجلس الإدارة بمانيتوبا إسلاميك أسوسيشن أو الجمعية الإسلامية بمانيتوبا، مسؤول كما تشرفت مسؤول عن بعض الأمور اللي تابعة لهذه البرامج الدينية وبرامج التعليمية في المؤسسة. دكتور، الآن أنت مسؤول البرامج الدينية، وأكيد في أنشطة دينية. شفنا الفيرتشوال مسجد، حدثنا عن الفيرتشوال مسجد لو سمحت. كما تعلم حضرتك، نحن الآن في مانيتوبا على الأقل من حوالي أسبوعين توقفت جميع النشاطات في المدارس، ورجع الأطفال إلى البيوت. ومع الضغط اللي تعاني منه العائلات في هذه الظروف لحقيقة صعبة، حاولنا أن لا ينقطع اتصالنا بالمساجد، رغم أن اضطررنا إلى إغلاقها عمليا نظرا للظروف الصحية، ولكن حاولنا قدر المستطاع أن لا ينقطع العلاقة اللي بين المساجد والعائلات، خصوصا في هذه الظروف. هو إذا نحاول في هذه الظروف الصعيبة التي تمر بها العائلات في غياب المدارس أن لا ينقطع الدعم، وخصوصا الدعم الروحي الذي كانت الأسر والعائلات تتلقاه من المساجد. ولهذا فقد حاولنا قدر المستطاع أن نبقي على برامجنا فيما سميناه، أنا لا أحب أن أتكلم عن المسجد الافتراضي، لأنه في الحقيقة هو مسجد حقيقي، ولكن فقط ويستعمل التكنولوجيا حتى يصل إلى أي شخص في أي مكان كان وفي أي وقت كان. ما يصل من دعم للمساجد عبر التبرعات. الآن القطاع أكيد أثر على مدخول المسجد، وأثر على عملية نسميها running of operation أو تشغيليته. السؤال اللي أنا بدي أسأله الآن، هل عندنا بعض الأرقام أو المؤشرات، بلاش أرقام دقيقة، مؤشرات عن بعض التكاليف؟ أنا أعرف في كهرباء، في مية، في إنترنت، في الإمام، في الكيرتيكر إلى آخره. إذا كان عندك بعض المعلومات. شكرا، هذا السؤال مهم فعلا، لأنه كما تعلم حضرتك أنت من رواد مسجد ويفرلي، وهو ما شاء الله كبير جدا، وتكاليف صيانته وتكاليف تدفئته وتكاليف تنظيفه كبيرة جدا. ولقد حاولنا كمجلس إدارة أن نقلل من هذه التكاليف قدر المستطاع. وكما أضفت أيضا، معظم كنا نتلقى حوالي ثلث 30% من مصاريف المسجد كانت مغطاة بطرف الزوار الذين يقدمون الدعم أو التبرعات لصناديق المسجد الموجودة في المساجد، وقد جف هذا المورد مع الأسف. ولهذا نحن الآن، أنا أنتهز هذه الفرصة لأدعو جميع فاعلي الخير وجميع الناس اللي رواد المسجد وغير رواد المسجد في هذه الفترة الحرجة، يساعدونا على البقاء على المساجد في ظرفية جيدة حتى يمكننا الرجوع إليها في أسرع وقت ممكن متى رفع الحظر إن شاء الله. ولكن وللجواب على سؤالك، كما قلت، حاولنا
حاولنا التخفيف من المصاريف اليومية، ولكن في بعض المصاريف التي لا يمكن نحن لا نتحكم فيها، مثلا الضريبة للمدينة، الضريبة على العقار. وشهر يونيو هذا هو عادة الشهر الذي لازم ندفع فيه، هذه تكلف أكثر من 11,000 دولار. فيه تكاليف أيضا من محاسبة، نحن نهاية العام المالي هو نهاية جون، هذا أيضا تتكلف تتطلب منا، هو لا مش قد هي لازم تتطلب منا أن المحاسبين يجوا ويعملوا ما يسموه أوديت أو نظر في التحقيق في المصاريف. هذه أيضا تكاليف اللي نحن لا يمكن أن نقطعها. أيضا كما تعرف حضرتك ويعرف جميع معظم الناس اللي يشوفوا المساجد أنها مش تحتاج صيانة يومية، إذا لم نداوم عليها قد لا قدر الله نجد المساجد عندما تفتح أبوابها في وضعية تحتاج إلى إنفاقات أكثر، وهذا هو ما نحاول أن نثير انتباه الجميع إليه، أنه إن شاء الله نحن كمجلس إدارة نحاول أن نقلل المصاريف قدر المستطاع، ولكن أيضا ينبغي أن نعرف جميعا أن فيه بعض المصاريف والصيانة اليومية التي إذا لم نداوم عليها قد تكلفنا أكثر عندما نرجع إن شاء الله. نرجو أن نرجع قريبا لمساجدنا وأن نجدها في حال جاهزة لاستقبالنا كما كانت. سيدي أنا كمهندس أعرف معنى التشغيل وتماما، الناس قد ترى المسجد مكان للصلاة، مكان للعبادة فقط، المبنى لكي يبقى مبنى هناك صيانة له، التدفئة إذا توقفت قد تتعطل وتصبح كلفتها أعلى من تشغيلها، التبريد نفس الكلام. أقرب مثال سياراتنا، إذا تركناها في الجراج 3-4 أشهر بدون تشغيل ونأتي نجد ربما البطارية لا تعمل، ربما هناك مشاكل أو أعطال تستجد لم تكن سابقا، وإذا أبقينا عليها دائرة أو مشغلة يوميا لا تحدث هذه الأعطال. أنا متفهم لهذا، ولذلك الآن نصل إلى كيف نجتذب المتبرعون أو المتبرعين. وهذه هي كما قد عودتنا الجالية جزاها الله خيرا على أن تكون فوق المستوى، حتى عندما أي وقت رجعنا لهم جزاهم الله خيرا وتقبل الله منا ومنهم جميعا. ولكن معظم الجالية متعودين على كما قلت التبرع عبر الصناديق، وهذه الصناديق ليست مفتوحة الآن، ولهذا فقد بدأنا استخدام التكنولوجيا لتسهيل هذا الأمر. وأريد أن أنتهز هذه الفرصة لأحث الجميع وأذكر الجميع أنه إذا شارك كلنا بالقليل فقد يكفي، قد نحصل على أكثر. تصور فقط كم عدد الجالية العربية هنا، احنا الان انا نتكلم عن اتوقع 5000 مثلا، اذا 5000 شخص او تصور مثلا 5000 شخص، خلي الاطفال منهم 3000 بالغ، اذا كان كل واحد يدفع يوميا دولار واحد احنا غطينا تكاليف كل شيء، وهذا ما لا يشكل عبء على اي شخص، خصوصا انت تعرف عن معظم احنا الان قال استعمالنا لسياراتنا، إذا فقط أخذنا هذاك المبلغ اللي وفرناه في الوقود وحطيناه قلنا هذا إن شاء الله أنا استثمره في المسجد يمكن يكون كافي. إذا أنا أحث الجميع على المشاركة ولو بقليل. ولكن للرجوع إلى سؤالك، فيه حتى إن ترك الآن اليوم ابتداء من اليوم إن شاء الله يكون ممكن تبعث فقط بإيميل إي ترانسفير، وفي نفس الوقت أجيك تاكس ريسيت للناس اللي محتاجين يعملوا في يساعدهم في الضرائب، لأنه كما تعرف قد ترجع الحكومة للأشخاص ما قد يصل حسب مصادر دخلهم ما قد يصل إلى 30% أو فوق
من كل دعم للمؤسسة لأنها مؤسسة خيرية. ولكن أيضا نشجع الإخوة الموجودين على فيسبوك أن يعملوا شخصي، كل واحد مثلا يكون عنده هدف، وهذا هذا مجاني، فيسبوك تدفع مجاني، كل شيء يصل إلى الجمعية، وأيضا يعطيك مباشرة تاكس ريسيت. أنا أشكركم أيضا على أنكم أعطيتونا هذه الفرصة لنحاول لأن نصل إلى ناس في كل مكان، ونشجعهم أيضا على أي طريقة، حتى بالتليفون اتصلوا بالهاتف، فيه دائما شخص في المكتب يمكن أن يأخذ تبرعاتكم باستعمال كريديت كارد والله أو ديبت كارد. حاولنا أيضا أن كما أقول أن نستعمل جميع المنصات الموجودة لتسهيل عملية التبرع. وتلاحظ أنه فيه على الأقل نشاط أو نشاطين أو ثلاثة يوميا الآن على المنصات، نستخدم زوم ونستخدم فيسبوك ونستخدم يوتيوب حتى نوفر برامج. هذه أيضا فيها كل هذه النشاطات، فيه دائما رابط يمكن أن تضغط عليه ويبعثك مباشرة لكندا هيلب، وهي منصة تساعد أيضا على التبرع عبر الإنترنت. جيد، إذن الآن عشان نسميها to conclude، عشان نلم الأمر اللي هو الهدف من هذه المقابلة، إحنا عرفنا بالمسجد، عرفنا بالنشاطات، عرفنا بالحاجة الملحة الآن، وطلبنا ونحث الناس على أن تقدم يد العون بالتبرع، وسيصلها إن شاء الله جزء مما تبرعت به عبر نسميه tax receipt أو وصل الضرائب. أنا سأختصر الموضوع كالتالي: لدينا الطريقة القديمة أو المدرسة القديمة، وهي أن يأتي الشخص بشيك ويسلم في إدارة المسجد. الثانية أو يبعثه بالبريد، لأن الآن استكمله وعلق من فضلك. إذن شيك، كيف يصل الشيك على العنوان البريدي 2445 ويفرلي اللي هو عنوان المسجد، أو إذا حب إنه يجي يسلمه باليد أهلا وسهلا، ولكن يفضل حينما يرسله بالبريد أن يسجل البريد أو حتى لا يضيع، وإحنا بحاجة إلى أن يصل ولا نريد أن يضيع. الثانية الوسائل الإلكترونية عبر الروابط التي تصل إلى صفحة المسجد، وفيها كيف يمكن أن تقوم بتحديد القيمة التي تريد أن تدفعها وتدفعها. أيضا هناك المشين أو الماكينة أو الآلة الموجودة في مدخل المسجد التي تستطيع بنفسك عبر بطاقتك الديبت أو الفيزا أن تدفع التبرع. أيضا هناك الإخوة والأخوات الذين أنشأوا ولازالوا ينشئون روابط فاندريزين لجمع التبرعات لصالح المسجد. إن كنت قد نسيت إحدى الطرق ذكرني بها من فضلك أو صحح ما قلته. فقط أشير إلى أن نظرا للظروف الصحية الآن المساجد مغلوقة تماما لأي شخص خارج من عن العمال اللي يعملوا فيها، لحفاظا على صحة العمال وعلى صحة الأشخاص. أيضا حضرتك أشرت إلى الماكينة اللي موجودة في داخل المسجد، هذه لا نستطيع استعمالها الآن. أيضا نحن لا نحبذ المجيء بالشيك مباشرة لأنه المسجد مغلق، ولكن بالبريد، بعث الشيكات بالبريد، بالتليفون، باستخدام أي نوع من البطاقات المصرفية، استخدام المنصات كما قلت كندا هيلب والروابط التي سنبعثها والتي نبعثها دائما في كل برنامج. يحاول الشخص أن يقول على الأقل في أي برنامج شاهدته سأشارك وإن كان بدولار واحد. الهدف هو أن تبقى هذه البرامج إن شاء الله مستمرة. نسيت أن أقول في البداية أنه إذا كان بإمكاننا أن نخفف من بعض المصاريف
فإن بعض المصاريف الآن ارتفعت. ما هي المصاريف؟ كل ما يتعلق بالتكنولوجيا، لأن نحن الآن في حاولنا أن نجعل جميع برامجنا الآن لنظرا لهذه الظروف تبث عن طريق مختلف المنصات الموجودة عبر العالم. هناك طريقة، وهي أنه الشخص يعمل سكان للشيك ويودع في الحساب. لا أدري إذا كان هذه تصلح مع المسجد أم لا. يعني إذا شخص كتب تشيك بنفسه وصوره ويودع في حساب المسجد، هذه الطريقة تنفع في الحسابات الشخصية. لا أدري إذا تصلح مع المسجد. نحن جزاك الله خير، هذه فكرة مهمة، لأن نحن نحاول الآن مع 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 المصرف اللي نتعامل معه إنه نسهل قدر المستطاع التبرعات، وهذه فكرة سننظر إليها. كما قلت أمس فقط اتصلنا بهم لإمكانية وجود الإي ترانسفر، لأنه أي شخص يمكن بعث بالإيميل يبعث المبلغ اللي عايزه، يمكن يبعثه كل مرة أو يبعثه مرة واحدة. ولكن هذه الطريقة أنا إن شاء الله أسأل عنها ونشوف إذا كان ممكن. طريقة هو استخدام أيضا نتورك، كل واحد يستخدم نتورك الشخصي بتاعه ويذكر الناس، ولا ننسى أن الدال على الخير كفاعله. وفي هذا الإطار أنا أريد أن أنوه بجمعية أطلس المغربية جزاهم الله خيرا، فقد دعوا جميع المنتسبين إلى الجمعية للالتزام بمبلغ قل أو كثر لمدة هذه الأشهر المقبلة. تصور مثلا الجمعية المغربية فيها على الأقل 100 أسرة، لو أن أي كل أسرة تطوعت أو تبرعت بمبلغ $50 للشهر لمدة الأشهر الثلاثة المقبلة، هذا يحل كثير من مشاكل المسجد. هذا يخلي المسجد إن شاء الله في خصوصا كمجلس إدارة، هذا يساعدنا، لأنه إذا كانت فيه تبرعات يمكن أن نعول عليها شهرية، يخلينا يمكن أن نخطط أكثر. شيخ مولاي، أنا عندي اقتراح هنا، وهو لماذا لا يكون هناك لقاء مباشر نسميه للعصف الذهني، يعني ما بين الهيئة الإدارية للمسجد، ولقاء مفتوح يقول الناس فيه آرائهم مباشرة معكم، يعني حتى لو كان عبر التسجيل كما نحن الآن، يعني الناس تتواصل معكم في لقاء محدد الزمن لطرح أفكار ومناقشتها تفيدكم، ربما يغيب عنكم شيء. إن شاء الله أنا إن شاء الله نحن نجتمع على الأقل 3 مرات في الأسبوع كمجلس إدارة الآن، بدلا من عادة 2 مرات في الشهر. إن شاء الله أنا أطرح القضية على المكتب ونشوف إمكانية تطبيقها على الأقل بمجموعة محدودة. ولكن أنا أيضا أنتهز هذه الفرصة، دكتور إدريس البكري بعث فيديو سابقا، أنتهز هذه الفرصة لأذكر الجميع أن كل واحد على حدة مسؤول عن هذه القضية. فأرجو أن نعتبر، وأنا متأكد أن هذه هي الحقيقة، كلنا يعتبر المسجد مسجده، فكلنا إن شاء الله مسؤول أنه يفكر في طريقة ويعرضها علينا. إذا كان فيه إمكانية لعقد اجتماع مع بعض الجماعات فأنا لا أرى مانعا، ولكن إن شاء الله نشوفه. ولكن أيضا جميع القنوات مفتوحة للاتصال بالمجلس الإدارة، إذا كان حد شخص عنده أي شخص عنده فكرة. فيه أخت اليوم اتصلت وعرضت فكرة زي ما يقولوا هذا درايف ثرو، تعرف درايف ثرو، يكون في مكان والشخص فقط يجي يدفع. ونحن في دراسة قضية، لأن أيضا نحن لازم يكون عندنا توازن بين المحافظة على صحة جميع الأشخاص اللي نحن مسؤولين عنهم واللي يجوا المسجد، وأيضا احتياجاتنا المادية اللي نحتاج نحاول أن نسهل على الجميع التبرع. عندنا هذا دائما هذا في
هذا التوازن لازم نكونوا دائما حاطينه. واحنا كمسؤوليه احنا كمؤسسه كبيره الحمد لله زي ام اي اي عندنا مسؤوليه امام القانون وتاتينا من بعض الامور اللي دائما تذكيرات من الهيئات الحكوميه دائما تبعث لي الهيئات المؤسسات الدينيه لانها عاده هي اللي فيها يكون فيها اجتماعات وفيها اي شيء لازم نكونوا يقظين حتى نحترم القوانين الموجودة. ولكن جميع الفكر انا اؤكد لك ان جميع الفكر تدرس بعنايه وان شاء الله نرجع بجواب لاي شخص يقترح فكره اما بالقبول واما لماذا لا نظن انها فكره يمكن تطبيقها في الظروف الحاليه. دكتور شيخ مولانا بالنسبه للفيديو اللي عمله الدكتور ادريس انا عملت مقدمه له ونشرته من ساعه ما شفته اول ما سمعت عنه اخذته عملت له تقديم خاص وطلبت من الناس فعلا انه يتبرعوا وانه يعني ينتبهوا للامر والحمد لله رب العالمين. طلبت منه انه نعمل لقاء مع حضرتك علشان برضو نضل وطلبت انه يضل في تواصل مستمر بيننا وبينكم على اساس نضل نذكر فذكر هذه لانه التذكير مهم في الامور هذه. على جميع الاحوال انا اعتقد ان شاء الله اننا بحوارنا هذا قد اوصلنا الرساله المطلوبه ان شاء الله. هل هناك ما تريد ان تزيد قبل ان نختم؟ انا فقط قد اقول لك ان الباب جميع القنوات مفتوحه. انت الان عندك رقمي اي وقت احببت ان اتدخل خبرني فقط ان شاء الله. ومن باب اي شيء فقط كما كنت اقول في البدايه هو التذكير هو ان اشجع الجاليه ان الله الحمد لله نحن الحمد لله مؤمنين ان الله تبارك وتعالى كل ما يعمل فيه مصلحه وان كنا لا نراها الان ان نحاول ان نستغل هذا الوقت لاعطاء الوقت لانفسنا اللي كانت اشغالنا تمنعنا منه اعطاء الوقت لعائلتنا للعائلات كانت كلها متفرقه الان الحمد لله عندنا وقت نحاول ان نرى الايجابيات في هذه المحنه وكما يقولون رب محنه في طيها منح. واذكر الاخوه وإياي بأن الله تبارك وتعالى يقول الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس الله يحب المحسنين. إن شاء الله نحاول أن تكون هذه الفترة فترة رجوع إلى الله تبارك وتعالى وفترة أيضا للإنفاق مما أعطانا الله تبارك وتعالى كل حسب سعته. بعض الأشخاص يساعدوا بوقتهم بعض الأشخاص يساعدوا بمالهم. أرجو الله تبارك وتعالى أن يتقبل من الجميع وأن يعيننا على البقاء على إبقاء مساجدنا في أحسن حالة حتى نرجع إليها إن شاء الله متى كان الوقت يسمح ومتى سمحت الظروف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وجزاك الله خيرا. دكتور شيخ مولان شكرا جزيلا لك وبارك الله فيك على هذا اللقاء وإن شاء الله يكون بيننا لقاءات أخرى. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. مشاهدينا الكرام كان هذا اللقاء مع دكتور شيخ مولاي من الهيئة الإدارية في مانيتوبا وقد استمعنا إليه وبقي الدور عندكم. تبرعوا وإن شاء الله في ميزان حسناتكم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.